رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، ومالك يوم الدين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله إمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، احمدوا الله سبحانه وتعالى أن جعلكم مسلمين موحدين لا تعبدون إلا إله واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن أعظم نعمة أن نكون مسلمين موحدين، نعمة أيها الإخوة، نشكر الله سبحانه وتعالى أن امتن علينا بأن جعلنا مسلمين، وجعلنا سبحانه وتعالى من خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا سبحانه وتعالى من أتباع خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم أيها الإخوة، هذه نعمة كبرى تحتاج إلى شكر، شكر عملي، شكر أيها الإخوة، نطبق الإيمان الذي نعتقده في قلوبنا. هذا الإيمان الذي مقره في القلب، فإذا صلح القلب خرج منه الإيمان الذي تنطبق عليه الجوارح. الإيمان الصادق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم أيها الإخوة، ينبغي أن نكون مؤمنين، الإيمان الصادق، أن نكون عبيداً لله سبحانه وتعالى، فقد تعبدنا، وما خلقنا في هذه الأرض إلا لعبادته، ما خلقنا من أجل أن يتكثر بنا من قلة أو أن يتقوى بنا من ضعف، لا وربي، خلقنا لعبادته، أوجدنا في هذه الدار للامتحان والاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك نحن في أمس الحاجة إخوة وأحبتي أن نتعلم العلم، أن نتعلم العلم الذي يوصلنا، الذي يوصلنا إلى مرضاة ربنا سبحانه وتعالى، العلم النافع، العلم كما قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ينبغي أيها الإخوة
أن نتعلم العلم الذي يوصلنا إلى رحمة الله وإلى مغفرته وإلى رضوانه، نتعلم العلم الذي يقودنا في هذه الدنيا على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم أيها الإخوة، إذا جاء الإيمان ووقر في القلب وانطبقت الجوارح على مرضات الله سبحانه وتعالى، نتج عن هذا ما يسمى بالتقوى. هذه الكلمة التي أنا وأنتم في أمس الحاج إليها، وهي وربي إخوتي وأحبتي وصية الله للأولين والآخرين، وصانا ربنا سبحانه وتعالى بها، وقد وصى بها من سبقنا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله يا عبد الله، تقوى الله، تقوى الله يا عبد الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تتقي الله حق تقاته. اتق الله يا عبد الله فيما بينك وبين الله، اتق الله يا عبد الله في تعاملك مع ربك، في تعاملك مع الغير، مع الناس. ولذلك جاء في هذه الكلمة معاني كثيرة وتفسير كثير لهذه الكلمة، كلمة اتقوا الله. وأجمل إخوة وأحبتي تعريف للتقوى ما قاله علي رضي الله عنه حينما وصف التقوى في أربعة أمور: من وجدها فقد حصل التقوى. يقول علي رضي الله عنه في التقوى: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يا سلام، ما أجملها من كلمات! والله يا أخوتي وأحبتي لو طبقنا هذه الكلمات في واقعنا في حياتنا لصلحت أحوالنا في الدنيا. الخوف من الجليل، هذه أول صفة، أن يكون في قلبك الخوف من الله، أن يكون في قلبك مخافة الله، تعلم بأن الله مطلع عليك، يعلم بما في نفسك، يعلم السرائر، يعلم ما في قلبك قبل أن يلفظ به لسانك. تعلم بأن الله مطلع على سريرتك، تعلم بأن الله معك بعلمه وبإحاطته سبحانه وتعالى. فإذا جاء في قلبك الخوف من الله والرهبة من الله، ما تقدم على معصية الله، ولا تخالف أمر الله، وإن وقعت أو أخطأت ذكرت أن الله قد رآك واطلع عليك فخفت، وإذا خفت ربك سبحانه وتعالى عدت إليه، وإذا خفت الله رجعت إليه. هذه من صفات المتقين، إذا جاءت التقوى في قلبك تحجبك عن معصية الله، فإن هممت بمعصية تذكرت عظمة الله وقدرة الله وسطوة الله فعدت إليه. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. نعم، سبحان الله، الإنسان إذا خاف من الناس فر من الناس واختفى عن الناس، لكن الإنسان إذا أراد أن يخاف من ربه فر إلى ربه سبحانه وتعالى، فر إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الصفة ربما أنها قد ضعفت عند الكثير، بمعنى أن الإنسان يأتي المعصية على علم، ربما يستحي من الناس ولا يستحي من الله، ربما يخشى من الناس، يخشى من سلطة، من مسؤول، من كبير، حتى لا يراه على أمر لا يرضيه، لكن يعلم بأن الله يراه مطلع على سريرته، ومع ذلك يبارز الله ويعصى الله. ما يفعل هذا إخواني إلا من ضعف في قلبه الخوف من الله. والقلب يا إخواني إذا أصيب بداء المرض أو داء القسوة، حري بصاحب هذا القلب أن يبارز الله في معصيته. ولذلك لو نظرنا الآن إلى واقعنا نجد أن الكثير من المسلمين مسلم، صح مسلم، لكن الإسلام في وادي وهو في وادي، مسلم
بلسانه. ربما مسلم يقول أنا مسلم، لكن لو نظرت إلى علاقته بربه ربما تكون مهزوزة، كما نرى من أناس أيها الإخوة يدعون الإسلام لكنهم ما عبدوا الله حق عبادته، ما عبدوا الله على ما شرع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. مسلم لكنهم إما يجعلوا بين الله وبين عباداتهم وسائط، كالذين يطوفون بالقبور، كالذين يتبركون بالقبور، كالذين يطوفون بالقبور يأتون إلى الأموات، مساكين أموات، ماذا يريدون من هؤلاء الأموات؟ ميت، شخص مثلك ميت تأتيه، ماذا تريد منه؟ ربك يقول أدعوني أستجب لكم، أدعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا عبد الله احرص بأن تكون علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى، خلاص ليس هناك بينك وبين الله وساطة ولا حاجز، بمجرد أن ترفع يدك إلى ربك في صلاتك في دعائك فإذا بربك سبحانه وتعالى قد اطلع على سراتك وهو معك بعلمه وإحاطته. فلماذا أيها الإخوة لماذا نتوسل إلى ربنا بأمور وبأحوال لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لابد أن تكون عقيدتنا عقيدة صحيحة على منهج رباني على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لابد، ذلك دين القيمة. فأقول إخوتي وأحبتي، أنا أنصح نفسي إخواني أن نكون على صلة بربنا سبحانه وتعالى في سلوكنا في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى، فإذا تحققت العبودية وجاء في قلوبنا الرهبة والرغبة فيما عند ربنا سبحانه وتعالى جاء خوفنا من الله، فابتعدنا عن معصية الله وجئنا بماذا؟ بما شرعه لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الخوف من الجليل. الصفة الثانية والعمل بالتنزيل، القرآن، القرآن الذي نحن الآن يا أحبابي، القرآن الذي نمتلكه دستورنا منهج حياتنا، القرآن، هذا القرآن من هو؟ من أين أتى؟ كلام رب العالمين، كلام رب العالمين القرآن، ينبغي أن نتآمر بالقرآن وأن نتدبر ما نقرأ من القرآن وأن نعمل بالقرآن وأن نعي ما نقرأ من القرآن. القرآن، هذا القرآن هو الذي أصلح ذلكم الرعيل قريش، كيف كانت حياتهم قبل الإسلام وقبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أن يتنزل القرآن؟ كانت حياتهم حياة البهائم، كانت حياتهم حياة البهائم، يركعون ويسجدون للأصنام، يأكلون الميتة، يتطاحنون، يتقاتلون، يسكرون، يشربون الخمر. فما الذي غيرهم؟ ما الذي أصلح قلوبهم؟ هذا القرآن، هذا القرآن الذي نقرأه هو الذي غير حياتهم. قرأوا القرآن، تدبروا القرآن، عملوا بالقرآن، أتمروا بالقرآن، وقفوا عند حدوده أيها الإخوة، وقفوا عند حدوده، بل أصبح القرآن سعادتهم في الدنيا، عيشهم، طب قلوبهم. نعم، القرآن، القرآن إخواني وأحبابي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن أقول لما ابتعد كثير من المسلمين عن قراءة القرآن وعن التداوي بالقرآن، ما الذي حصل؟ حصل الغفلة والقسوة والأمراض التي دخلت إلى القلوب والحالات النفسية
وأصبح الإنسان يعيش همًا وغمًّا، حتى أننا سمعنا أن كثيرًا من المسلمين من أقدم على الانتحار يريدون الخلاص من هذه الحياة. لماذا؟ لأنهم أيها الأحباب يملكون القلوب الخاوية من القرآن والبيوت الخاوية من القرآن. ولذلك مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن مثل الحي والميت. نعم، والبيت الذي لا يقرأ فيه بالقرآن كالبيت الخرب. شفتم كيف يا أخواني؟ القرآن يا إخوان، القرآن الذي نحن في أمس الحاجة أن نتطبب به وأن نعالج أرواحنا وقلوبنا بالقرآن. القرآن يا إخواني، عودوا إلى القرآن، اقرأوا، اقرأوا معاني السور. يا عبد الله، إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، شوف أنت تسأل ربك أن يعينك على عبادته، تسأل ربك أن يعينك بأن تكون عبداً له، تستعين به سبحانه وتعالى على حياتك، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. أنت في كل ركعة وفي كل صلاة حينما تقرأ بهذه السورة تسأل ربك، تقول يا رب اهدني صراطك المستقيم، اهدني يا رب صراطك المستقيم، واجعلني يا رب ممن؟ من المسلمين الموحدين، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم يا إخواني؟ في آية توضح من هم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، إن أطعت الله وأطعت الرسول فأعلم بأنك فعلا يا عبد الله من إيش؟ من رفقة هؤلاء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله، من هم اليهود والنصارى؟ ها أنت يا عبد الله ترى أن الله سبحانه وتعالى قد حذرك من اتباع اليهود. ليه؟ لأنهم عرفوا الحق وعرفوا الدليل فما اتبعوا، عرفوا وكفروا. يا أحبابي، عرفوا الحق وعرفوا الدين فما اتبعوا، يعني لم يعبدوا الله، يعني يعلمون بأنهم يا أحبابي يعرفون الدين ويعرفون الحق فلم يتبعوه. ولا الضالين. من هم؟ هم النصارى الذين عبدوا الله على جهل. أوه، وما أكثر من يقلد النصارى الآن. نعم، اتباع الطرق وأمور وزيارات القبور وكذا وكذا. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا، ما تعلموا العلم، عبدوا الله على جهل. هؤلاء هم النصارى. فلا نريد أن نكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا بد أن نكون إخوتي وأحبتي فعلا نطبق هذه السورة. وأتمنى من إخواني كل الحاضرين إذا ما نعرف معنى هذه السورة، سورة الفاتحة، أن نبحث عن تفسيرها وأن نسأل العلماء هنا في هذه المنطقة، نسأل إخواننا العلماء يفسرون لنا معاني هذه السورة العظيمة. يا إخواني، أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، فهي الكافية والناجية. فأسأل الله إخوتي وأحبتي أن نكون فعلاً ممن إذا سأل له أعطانا. ثم يقول رضي الله عنه: والرضا بالقليل. ترضى يا عبد الله بما قسم الله لك في أمور الدنيا؟ لا تنظر إلى من فوقك. إن كنت تملك بيت فغيرك لا يملك بيت. تحمد الله وتقول أنا أحسن من غيري، أنا عندي بيت وغيري ما عنده بيت. ما عندك بيت لكن غيرك ما عنده بيت لكنه مشلول. تحمد الله أنه مشلول وأنت معافى، تقوم وتقعد وتأكل وتشرب. لا بد يا إخواني في أمور الدنيا ما ننظر إلى من فوقنا. لكن الذي حصل الآن أن الناس، أكثر الناس في أمور الدنيا ينظرون إلى من؟ إلى من فوقهم. فلان عنده بيت، يا حظ فلان، أنا ما عندي بيت. فلان عنده قصر، يا حظ فلان، أنا ما عندي قصر. فلان عنده تجارة، أنا ما عندي تجارة. فلان يملك الآلاف وأنا ما عندي آلاف. فيصبح يعني في داخله حقد وحسد. لماذا؟ لهذا النوع من الناس. هذا أمر لا ينبغي، بل ينبغي أن ننافس أنفسنا يا إخواني في أمور الآخرة. إذا رأينا
من ينفق في سبيل الله نحمد الله ونقول هنيئا له ننافسه. إذا أرينا من يأتي إلى المسجد ويأتي إلى الصف الأول ننافسه. إذا رأينا من يحفظ القرآن ننافسه على حفظ القرآن. لكن الذي حصل العكس في أمور الدين، كثر خيري أنا أحسن من غيري، فلان ما يصلي وأنا أصلي، فلان ما يسرق فلان يسرق وأنا ما أسرق. أصبحنا نلتمس لأنفسنا الأعذار في أمور الدين، وإذا جاء للصلاة جاء كسلان، أنا أصلي والذي لا يصلي في المسجد يقول أنا أحسن من غيري، أنا أصلي وفلان ما يصلي. لماذا هذا التكاسل في أمور الدين؟ لماذا نفرح يا أحبابي ونتمنى أن نترقى في أمور الدنيا، ولا نفرح ونتمنى أن نترقى في أمور الآخرة؟ ينبغي أن يحصل العكس. فلا ينبغي لنا أيها الإخوة أحبابي ها أن ننافس الدنيا، أن ننافس الناس في أمور الدنيا حتى لا نزدري نعمة الله علينا. ثم يقول رضي الله عنه في آخر هذه الكلمات: والاستعداد للرحيل. الرحيل، كلنا سنرحل عن هذه الدنيا. عش ما شئت يا عبد الله فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. مكتوب على كل أحد الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. متى سنموت؟ ذاك أمر مخفي عنا، ما ندري متى نموت. متى تموت يا عبد الله؟ لا تعلم، يمكن تموت بعد لحظات، بعد ساعة، بعد ساعتين. إذن سترحل، وين رايح؟ أين ستذهب؟ سترحل إلى حياة أخرى. أنا وأنتم في أمس الحاجة أن نعمرها قبل أن ندخلها. فالموت إخواني الذي رأيناه في غيرنا، رأينا الموت، ربما بكينا على أقاربنا وأحبابنا، ربما شهدنا وصلينا على الجنائز، ربما دخلنا القبور مجارات مع إخواننا ووضعنا أحبابنا في القبور، بس خلاص ما يؤثر فينا هذا الموت؟ ما نتأثر إذا رأينا الموت؟ هو الموت ما منه ما ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أن نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. الموت لا بد أن نعد له عدته، لا بد أن نستعد. أتدرون كيف سيكون لقاءنا بربنا سبحانه وتعالى؟ لا تنفع الأموال ولا الأولاد ولا الشهادات، فمن كان يرجو لقاء ربه، اسمع يا عبد الله، اسمع قول الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ها، ايش معنى عمل صالح؟ يعني تطوف على القبر تبغى ربي يتقبل منك؟ لا، انتبه انتبه، لو مت وانت على هذا الحال ما قبل الله منك عمل، ولو قمت الليل كله وصمت الدهر وانت تطوف بالقبور لا تقبل لك عبادة ابدا ابدا ابدا، لان الله قد حرم الشرك على المسلمين وعلى كل من وحد الله. فلا ينبغي لنا اخوتي واحبتي ان نجعل بيننا وبين الله وساطة ابدا، لا بد ان نعبد الله على بصيرة وان نخلص في عبادتنا لله. يا اخواني شرطان، شرطان لقبول العمل، انتبهوا يا اخوان. القضية ما هي قضية ركوع وسجود وعبادة؟ كم من الناسكين، وكم من أهل الصوامع الذين هم متبتلون إلى ربهم لكنهم محرومون، محرومون، ولا تقبل أعمالهم إلا بشرطين. ها، شرطان لقبول العمل: إخلاص العمل لله بأن تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، ثم أن يكون هذا العمل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تأتي بما جاء به المصطفى كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول في الحج: خذوا عني مناسككم. هكذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد تركنا على البيضاء، ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. فلماذا نبحث عن طرق أخرى؟ لماذا أيها الإخوة ما نسأل عن الدليل الصحيح؟
لماذا إخوتي وأحبتي نتبع إذا كان هذا المتبع على غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا اتبعه؟ طيب إن كان الآباء سبقوني أفعل هذا؟ لا، ابحث عن الدليل، خاصة في هذا الزمن الحمد لله أصبح الأمر واضح والدين واضح والأمر واضح وشرع الله واضح والأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينة واضحة، ما يخفى علينا شيء. لكن ينبغي أن نحذر التقليد، ينبغي أن نحذر التقليد يا إخواني، وإن سبقنا من سبقنا ينبغي أن نعبد الله على بصيرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اعلموا إخوتي وأحبتي أن القدوم على الله كما قال على لسان نبينا إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن لم يكن قلبك سليم فأنت خسران، خسران. لماذا؟ لأنك مهما عشت في هذه الدنيا، مهما جمعت من حطامها ومهما عشت فيها، فسترحل منها وستتركها. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إخوتي وأحبتي، أقول لا بد أن نستعد قبل أن تأتينا ساعة الرحيل، لا بد أن نجهز لأنفسنا هذه الساعة، لا بد أيها الأحباب أن نقدم لأنفسنا، لأننا في أمس الحاجة أيها الأحباب أن نعد لهذه الساعة، لأننا أيها الإخوة إن لم نفعل هذا قد تأتينا الساعة ونحن ما استعدينا لها. أسأل الله إخوتي وأحبتي بمنه وكرمه أن أكون وإياكم المتقين الصادقين المخلصين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا جميعا أن نقف أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، وهذا دليل إخوة وأحبتي على مبدأ الأخوة. أخوة الإسلام هي التي جاءت بنا من بلاد السعودية وجينا إلى إخواننا، وهذه نعمة كبرى نحمد الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا هنا في هذا المسجد المبارك الطيب أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر لمن سعى في بناء هذا المسجد وتسبب في بنائه، ونشكر أيضا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ممن قدم لهذا المسجد وممن وقف معه وممن تعاون مع إخوانه الذين قاموا على هذا المسجد. وهنيئا لنا جميعا أيها الإخوة أن نستثمر شيئا من أموالنا لآخرتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. إخواني أحبابي، عظموا الله في حياتكم، عظم الله في شؤونكم، اخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى، احرصوا على نشر الدين بين المسلمين، انصحوا إخوانكم، انصحوا بناتكم